يذكر عن أحد المشايخ الله يغفر له في الخليج الشارقة عبد الله بن محمود أنه لما صارت حادثة الدرعية إبراهيم باشا لما جاء هدم الدرعية وأسقط الدولة هنا كان ممن فر من الناس امرأة حفيدة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فوصلت إلى الشارقة لما أرادت أن تنزل اعترضها بعض الناس وقالوا لا فقالت لماذا؟ قالوا لأنه يوجد هنا سيد صاحب قبر لابد أن تستأذني منه قالت كيف أستأذن منه ميت؟ قالوا تقربين له شيئا عند قبره قالت أعوذ بالله هذا شرك هذا شرك أكبر لا والله لا أقرب قالوا الأمر يسير قالت معه قالوا تأخذين حفنة من التراب وتضعين على القبر هذا الاستئذان بعد ما تضعين على القبر ولا يصير شيء معناه أنه أذن لك فقالت لا والله فإن التراب خير من الذباب أنزل على رغم أنفه ونزلت نصبت خيمتها وجعلت بينها وبين الناس ستر وبدأت تدرس كتاب التوحيد وأخذ الناس عنها التوحيد كتاب التوحيد وإلى اليوم والشارقة إمارة مشهور فيها التوحيد والمذهب الحنبلي ما هي بالشارقة رأس الخيمة رأس الخيمة نسبة للخيمة هذه والذي يحدث من مشايخ الشارقة توفي الله يغفر له كان عمل 403 توفي هذه عجيبة يعني والاستحضار بالمناسبة لا والله فإن التراب خير من الذباب إذا كان أحد دخل النار بذباب فيدخل بتراب لأن المراد ما في القلوب اللي هو التعظيم لهذا الوثن أو القبر دل على خطورة الأمر وأن التوسع في التأويل خطير يعني يؤدي إلى دواهي في العقيدة نسأل الله العافية وما رد كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بالتأويل الباطل والقياس الفاسد حتى قال المشركون إنما البيع مثل الربا جعلوا الربا أصلا يقاس عليه من شدة إمعانهم في الكفر والشرك والاعتراض على أحكام الشرع فرد الله عليهم وقال وحل الله البيع وحرم الربا الأصل الاتباع والديانة لله جل وعلا بما شرع نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من هداة الخلق وأنصار الحق مفاتيح الخير ومغاليق الشر وأن يجعلنا مباركين أينما كنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد